وللحديث أكثر عن الحراك الحقوقي المناهض لانتهاكات الحكومة في بغداد ضد المتظاهرين والناشطين في العراق، ما ترجم عن إفادة لمنظمات حقوقية دولية أمام مجلس حقوق الإنسان. ينضم إلينا محمد عماد الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي عبر الهاتف من إسطنبول. سيد محمد، بداية أهلا بك. منظمة المحامين الدوليين ومركز جنيف الدولي للعدالة يبلغان مجلس حقوق الإنسان بالانتهاكات ضد المتظاهرين، ماذا تمثل هذه الخطوة برأيك في مسيرة النضال الحقوقي من أجل المطالبين بالحرية؟ نعم، أهلا بكم وتحية لك وللسادة المشاهدين. وانطلق من سؤال حضرتك عفوا بالتأكيد على أن ما جرى اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان هو خطوة في خطوات كثيرة تم تقديمها أو تم المضي بها من أجل نيل الحقوق أو نيل الأفراد العراقيين لحقوقهم الأساسية التي نص عليها الدستور العراقي وأيضا القوانين الدولية، لكن للأسف أمام هذه المطالبات الجمة لم نجد أي تحرك من قبل المجتمع الدولي على أرض الواقع لوقف تلك الانتهاكات على الأقل أو البدء بتنفيذ أي إجراءات من أجل تقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات أمام المحاكم أو الوطنية أو الدولية التي ونحن نتحدث عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها القوات العراقية والميليشيات التابعة لها في خطوة متكررة تجري منذ عدة أشهر منذ انطلاق التظاهرات في أكتوبر الماضي والتي ما زالت مستمرة إلى هذه اللحظة. لكن ما يمكن التأكيد عليه أن هذه الإنجازات أو هذه الخطوات التي تقوم بها بعض المؤسسات الحقوقية سواء كانت المحلية أو الدولية هي تأتي في إطار تثبيت و حب كافة الانتهاكات التي تجري داخل العراق، لا سيما وأنه سيأتي يوم ويتم محاسبة المسؤولين العراقيين وأيضا المتورطين من الجناة على الجرائم التي يرتكبوها. لكن في المقابل دائما نحن كمرصد أورو متوسط لحقوق الإنسان وعبر مطالباتنا العديدة للحكومة العراقية وأيضا للجهات الدولية سواء كانت المقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان وأيضا بعض النواب البرلمانيين بأن يكون لهم خطوات جدية وتحرك حقيقة على أرض الواقع لوقف الانتهاكات هذا بشكل اولي وشكل سريع ومن ثم الانطلاق لتحقيق المساءله الجنائيه الدوليه والمحليه لمرتكبي تلك الجرائم. نعم سيد محمد، قبل ساعات قليله شهدت بغداد جريمه جديده تمثلت في اغتصاب وقتل الناشطه شيلاندارا رؤوف، كيف تصف مثل هذه الجريمه حقوقيا؟ نعم، حقيقة مثل هذه الجريمة هي ندين مثل هذه الجريمة ونعبر عن تضامننا مع عائلة الناشطة وأيضا نؤكد على أن هذا الجريمة هي انتهاك لعدد من المواثيق الدولية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأيضا تشكل جريمة من الجرائم التي تسائل عليها المحكمة الجنائية الدولية. هي جريمة ضد الإنسانية أن يكون حالة القتل بشكل وحشي وبهذا الشكل المتكرر بالمناسبة، يعني هذه الحالة ليست الحالة الأولى. وهنا نؤكد على أننا كمرصد أورو متوسطي الآن بصدد إعداد تقرير مطول يتناول جميع الانتهاكات التي تجري داخل دولة العراق وتأثير كافة الأزمات على حياة الأفراد داخل العراق. لكن دعني أؤكد من خلال الشهادات التي نقوم بجمعها حاليا والتي رصدناها هناك آلاف الجرائم التي ترتكب داخل العراق، ووثقنا العديد من الانتهاكات المروعة سواء كانت بحق المتظاهرين، بحق العمل الصحفي، وايضا في حق القطاع الصحي والاشخاص اصحاب او المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. مثل هذه الجرائم وغيرها نتمنى ان يكون هناك تحرك حقيقي من قبل المجتمع الدولي. وهنا يعني هناك سؤال يوجه بشكل حقيقي الى هيئه الامم المتحده ومجلس الامن بشكل رئيسي، ماذا ينتظر مجلس الامن امام تكرار مثل هذه الجرائم التي تدخل في اطار عمل المحكمه الجنائيه الدوليه؟ صمت المجتمع الدولي لا يمكن تفسيره ولا تبريره الا انه هو غطاء للحكومه العراقيه وللميليشيات المسلحه التي تدفعها بالاستمرار في مثل هذه الجرائم، وبالتالي يجب ان يكون هناك موقف حقيقي رادع من قبل الجهات الدوليه لوقف هذه الانتهاكات والبدء في المسائلات. سيد محمد، هذه الجريمه هي حلقه من سلسله جرائم مستمره، برايك مع تكرار مثل هذه الجريمه هل يمكن وصفها بالممنهجه ومن ثم تصبح الحكومه مدانه بانخراطها في الجريمة حتى ولو بالتراخي في منعها؟ بطبيعة الحال، وهذا الأمر هذه النقطة قد قطعناها منذ وقت طويل عندما نجد أن الحكومة في بعض الأحيان تغض الطرف وفي بعض الأحيان أفرادها من يقوم بمثل هذه الجرائم وبشكل متكرر. فنعم، بطبيعة الحال أصبحت هي جرائم ممنهجة تطال بعض الأشخاص المعينين
سواء كانوا صحفيين او اعلاميين او نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي او اصحاب الفكر والراي، وبالتالي مثل هذه الجرائم خرجت من اطار انها هي عباره عن جرائم توجه لهذا الشخص او ذاك، يعني اصبحت جرائم ممنهجه وخطيره وتهدد الامن والسلم الداخلي لدوله العراق، وبالتالي هذه تهديد الامن والسلم الدوليين هو احد المهام الرئيسيه التي اوكلت لمجلس الامن. وبالتالي هنا حديثنا ان يكون هناك تحرك من قبل مجلس الامن، ومن المفترض ان يكون لمجلس الامن موقف حقيقي، لا سيما وان يرى نتائج الصمت بعدم التحرك على ارض الواقع، وتكرار الجرائم اخر دليل على ان استمرار الصمت معناه استمرار مزيد من الجرائم وفقدان الاشخاص لحياتهم. سؤالي الأخير إليك سيد محمد عماد، وأنت الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي، إلى أي مدى ترى أن هذه الإفادات والبيانات أمام المنظمات الدولية، إلى أي مدى ترى أنه يمكنها أن يكون لها أثر في وقف الانتهاكات الحكومية وانتهاكات الميليشيات ضد الناشطين والثوار بشكل عام في عموم العراق؟ نعم، يمكن بحث هذه النقطة في مسارين. المسار الأول وهو المسار الأساسي لأي عمل حقوقي، وهو تثبيت وحفظ وتأكيد هذه الانتهاكات ورصها من أجل تقديمها إلى الجهات المعنية، هذا المسار الأول. المسار الثاني، طالما شهدنا أنه ولو بعد سنوات يكون هناك تحقيق في جرائم وانتهاكات أو مسؤولية جنائية دولية حدثت في دولة معينة، وبالتالي مثل هذه الإفادات تشكل كنز مهم جدا من أجل البدء في تحقيق المسائل الجنائية الدولية. وبالتالي نعم، هناك العديد من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية تقوم بشكل يومي برصد هذه الانتهاكات، ونعلم أن هذا الأمر هو أمر قاتل لأي حقوق أن يرى هناك انتهاكات للأفراد العراقيين وجرائم تمارس بشكل يومي، لكن هذا الأمر هو مهم جدا من أجل الانتقال للخطوة الأخرى أو الخطوة القادمة في حال تم فتح ملف المسائل الجنائية الدولية من أجل الاستفادة من تلك الملفات لمسائلة مرتكبي تلك الجرائم. الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي محمد عماد، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.